طبعا احنا طرقنا اكثر شيء لاداره البحث والانقاذ. القياده طبعا عامله شرطه دبي في اي فعاليه في اماره دبي. في عندنا لجنه اسمها لجنه تامين فعاليات. اللجنه هي تجتمع قبل اي فعاليه في اماره دبي، تحط الادوار المنوطه لخدمات الطوارئ كلها حتى تامين فعاليه، سواء من ناحيه امنيه او من ناحيه اذا وقع حادث لا قدر الله. وبالتالي كنا احنا مستعدين تماما يعني لحدوث اي كارثه او اي ازمه او اي حادث صغير ولا كان كبير.